عليكم ورحمة وبركاته. لازم أنا أتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواي بث مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعالياتي وسباقي هذا الصباح المخصص لسن الإذاع لأبناء الغبائل. انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين. ينطلق منذ قليل الشوط الثالث، والشوط الثالث مخصص للإذاع الجعادين المحليات العصايل. مباشرة نسير بكم مع مقدمة هذا الشوط لنرى اللي في المركز الأول مشرف على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن خليفة بالضبيب الشامسي على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، شاهين في المركز الثاني للسيد محمد بن عتيج بن سيف العميمي. وفي المركز الثالث ناخذ اللي في المركز الثالث شاهين للسيد سعيد بن خليفة بن رشيد السويدي. وفي المركز الرابع هدف للسيد راشد بن حمد بن عامر العمري. وفي المركز الخامس حوادث في المركز الخامس للسيد السعيد بن علي العويسي. وفي المركز السادس وبران للسيد بخيت بن حمد بن مجارح المري. وفي المركز السابع نشوف اللي في المركز السابع علي للسيد سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز الثامن مشغل للسيد محمد بن مبارك بن سالم الشامسي. وفي المركز العاشر نبع للسيد غانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. هذه النتيجة، هذا أول ندى للمراكز العشر الأوائل. ونرجع وإياكم أيها الحفل الكريم مشاهدينا الكرام إلى مقدمة هذا الشوط مع شاهين. شاهين يغير على المقدمة، بدأ ينفرد ويغادر بمقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن عتيج بن سيف العميمي على مقدمة هذا الشوط. ننتقل إلى المركز الثاني، وفي المركز الثاني مشرف بقيادة بالضبيب. يا سلام، محمد بن خليفة بالضبيب الشامسي على المركز الثاني. وفي المركز الثالث شاهين للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي عاشق السلالة الشاهينية، متواجد مع شاهين في هذا الشوط وعلى المركز الثالث. ننتقل إلى المركز الرابع، هدف للسيد راشد بن حمد بن عامر العمري. ولا أدري العمري شو هدفه في هذا الشوط، على العموم هدفه الفوز والمركز الأول والمنافسة الشريفة في هذا الشوط. ننتقل إلى عالي في المركز الخامس للسيد سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي. وفي المركز السادس الشقاوي في المركز السادس في هذه اللحظات للسيد مبارك بن عوض بن عمير الاجتبي. وفي المركز السابع ثمين للسيد هادي بالعصري بالحب العامري بقيادة سعيد بالعصري بالحب العامري. وفي المركز التاسع دخول جديد أيضا، هذا الشعار مميز على ظهر شاهين للسيد سالم بن مبارك بن سالم الزرعي. وفي المركز العاشر نبع للسيد غانم بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني. هذه النتيجة، وبالروح يا ابو سلطان مع مقدمة هذا الشوط مع شاهين ومع العميمي. شاهين للسيد محمد بن عتيج العميمي على مقدمة هذا الشوط، وعلى الهباب يراقبون أداء شاهين في هذا الشوط عبر شاشة دبي ريسنج. يا سلام، يبون سلام، صباحي من ميدان المرموم الميدان الذكي. وها هو شاهين على مقدمة هذا الشوط، والعصا لا زالت في البطانة والعصا جوز والعرض تلغائي. وهالجميرة يقولون نحن موجودين أيضا ونحن قادمون. يا سلام،
يا سلام على هذا الأداء، شاهين في المركز الثاني للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، وفي المركز الثالث العمري خادم بعد مع هدف، يا سلام هدف الفوز، والسلامات إلى أهالي سلطنة عمان. يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الأداء للسيد رايد بن حمد بن عامر العمري، وفي المركز الرابع المركز الرابع شاهين للسيد سالم بن مبارك بن سالم الزرعي ابو الشبابي. يا سلام يا الله يا ابو الشبابي، جماهيرك ومحبينك 1200 بدينا نغادرهن بقيادة شاهين. ابو الشبابي قادم وبن رشيد قادم وايضا العمري قادم، المعركة بتكون طاحنة شديدة بين الاربعة الاوائل. يا سلام بقيادة العميمي وشاهين لا زال على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن عتيج بن سيف العميمي. يا سلام قادم بن رشيد عاشق السلالة الشاهينية على ظهر شاهين للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي. يا سلام شاهين أيضا قادم، ثلاثة شواهين على مقدمة هذا الشوط للسيد سالم بن مبارك بن سالم الزرعي. يا سلام يتنافس الدماء الشاهينية على مقدمة هذا الشوط، وشاهين لا زال على مقدمة هذا الشوط، شاهين بن رشيد وشاهين العميمي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، أردت تسلل من الجانب الثاني، هالجميرة قادمون مع المركز الأول مع السلامات مع شاهين. ها هو شاهين يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي، بدأ ينفصل بقيادة شاهين. هالجميرة يتابعون ويراقبون من المنطقة الأولى حتى المنطقة العاشرة. بنقول سلام 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 عليكم يا هالجميرة، ومشكور يا أبو مانع داعمي هذا الشعار شعار بن رشيد. تهانينا لمالك شاهين علي بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز شاهين بالمركز الأول. المركز الثاني شاهين للسيد محمد بن عتيج بن سيف العميمي، المركز الثالث شاهين للسيد سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، وفي المركز الرابع هدف للسيد رايد بن حمد بن عامر العمري، وفي المركز الخامس حشيم للسيد محمد بن قنون بن سعيد بالكديدة. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول شاهين إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 5 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. 7:48 جزء واحد من الثانية. تهانينا للسيد علي بن خليفة بن رشيد السويدي على فوز شاهين، والتوقيت الذي سجله في هذا اليوم والذي وصل في المركز الثاني شاهين. وشاهين أيضا ما قصر، سيطر تقريبا 4 كيلو على مقدمة هذا الشوط، ويحل ويحط رحاله في المركز الثاني في زمن وغدر 7:49 8 أجزاء من الثانية. تهانينا من الأعماق للسيد محمد بن عتيج بن سيف العميمي، والذي وصل في المركز الثالث شاهين 7:51 جزء واحد من الثانية بقيادة المالك بو الشبابي. تهانينا من الأعماق للسيد سالم بن مبارك بن سالم الزرعي، تهانينا للجميع والناموس. متواصلين مشاهدين الكرام بحضراتكم في مسار انطلاقة سباق هذا الصباح.